السلام عليكم ورحمة الله. إذا وصلنا للتمرين رقم 11 من سلسلة تمارين درس الجداء السلمي في الفضاء. الهدف من التمرين رقم 11 هو دراسة تقاطع فلك ومستقيم من خلال مثالين تطبيقيين. إذا بشكل عام نأخذ واحد الفلك معرفة بمعادلتها ومستقيم معرف بتمثيله البارامتري. إذا عندنا فلك وعندنا واحد المستقيم، إذن هذه في الكاس ومستقيم. إذن هنا غيكون عندنا ثلاثة ديال الإمكانيات، إما المستقيم والفلكة لا يتقاطعان، في الحالة التقاطع ديالهم تكون هو المجموعة الفارغة، أو أن المستقيم سيكون مماس للفلكة، وفي الحالة غادي تقاطع في نقطة واحدة، أو أن المستقيم سيقطع الفلكة في نقطتين. إذن كيفاش نعرفو واش كيتقاطعو في نقطة أو نقطتين أو لا يتقاطعان؟ إذن شنو سنديرو؟ كناخدو القيم ديال إكس في التمثيل البارامتري وكنعوضوها في المعادلة. إذن فيما لقيت إكس غادي نعوضها بالقيمة ديالها اللي هي هنا في هاد الحالة واحد زائد جوج تي، كذلك إكريك تنعوضها بالقيمة ديالها، ودي وزيد تنعوضها بالقيمة ديالها. في الأخير كنلقى واحد المعادلة من الدرجة الثانية ديال المجهول تي. إذا مثلا غنلقى تي مربع زائد بي تي زائد سي تي، كندير دلتا باش نحل هاد المعادلة هادي، نلقى الحلول ديالها. إذا بالنسبة لدلتا فحنا غنلقاو ثلاثة الإمكانيات، إما غنلقى دلتا صغر من صفر يعني المعادلة ليس لها حل، وبالتالي التقاطع ديال تي مع الفلكة كيكون هو المجموعة الفارغة يعني ما كيتقاطعوش، أو غادي نلقى دلتا كيساوي صفر يعني تي كتساوي قيمة واحدة يعني نلقى واحد تي زيرو. في هاد الحالة كيكون عندنا دلتا و إس كيتقاطعو في نقطة واحدة. كيفاش غادي نديرو نحددو الإحداثية ديالها؟ غادي نعوض تي في التمثيل البارامتري، غادي نجي هنا نعوض تي غنلقى القيم ديال إكس دونك زائد جوج تي زيرو وهكذا، وبالتالي غنلقى إكس إكريك زد يعني الإحداثيات ديال نقطة التقاطع. الحالة الثالثة دلتا غيكون كبر من صفر، وفي هاد الحالة المعادلة تقبل حلين هما تي واحد و تي جوج. نفس الفكرة، إذا هنا في هاد الحالة كيكون دي و إس يتقاطعان في نقطتين، وبالتالي غادي نحددو الإحداثيات ديال نقطتين من التمثيل البارامتري. إذا نعوض تي واحد باش نلقى الإحداثية ديال النقطة الأولى، ومن بعد نعوضها كذلك تي جوج باش نلقى الإحداثية ديال النقطة الثانية. إذا غادي ندوزو دابا للحالة الأولى يعني دراسة تقاطع إس و دي. إذا نبداو بالحالة الأولى، عندنا معادلة الفلكة ولدينا التمثيل البارامتري للمستقيم دي. إذا لتكون أم نقطة من الفضاء، إذا أم تنتمي إلى إس تقاطع دي يكافئ ماذا؟ يكافئ أن أم تنتمي إلى الفلكة وأم تنتمي إلى دي، يعني أن أم تحقق يعني أن إحداثيات النقطة أم تحقق الفلكة وتحقق المستقيم. إذا نعوض إكس و إكريك و زد ب ماذا؟ ب جوج زائد ثلاثة تي، إذا إكس كنعوضها بالقيمة ديالها في التمثيل البارامتري، و ربعة تي و ناقص جوج زائد خمسة تي على التوالي. علاش درنا على التوالي؟ لأن كنعوضو إكس بجوج زائد ثلاثة تي، و إكريك بربعة زائد تي، و زد بناقص جوج زائد خمسة تي. إذا على التوالي في معادلة الفلكة. إذا نحصل على ماذا؟ نحصل على المعادلة التالية. إذا كناخدو معادلة الفلكة، فيما لقينا إكس نعوضها بجوج زائد ثلاثة تي، إذا جوج زائد ثلاثة تي ناقص واحد مربع
زائد إجري كتنعوضوها بربعة زائد تي، أربعة زائد تي ناقص جوج الكل أس اتنان، زائد زيد غتنعوضوها بناقص جوج زائد خمسة تي، إذا ناقص جوج زائد خمسة تي زائد واحد الكل أس اتنان تساوي ستة. إذا نحاولو نبسطو، إذا عندنا جوج ناقص واحد هي واحد، إذا واحد زائد ثلاثة تي الكل أس اتنان، زائد أربعة ناقص جوج هي جوج، إذا جوج زائد تي الكل أس اتنان، زائد ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد، إذا يمكن لي ندير خمسة تي ناقص واحد الكل أس اتنان تساوي ستة. إذا المعادلة اللي لقينا، إذا لقينا واحد زائد ثلاثة تي الكل أس اتنان، زائد جوج زائد تي الكل أس اتنان، زائد خمسة تي ناقص واحد الكل أس اتنان تساوي ستة. إذا غنحاولو نشرو نبسطو هاد الكتابة هادي. إذا عندنا معادلة من الدرجة الثانية، يعني هي تكافئ، إذا واحد واحد أس اتنان هي واحد، زائد اتنان أبي، اتنان اتنان في تلاتة تي يعني هي ستة تي، زائد ثلاثة تي الكل أس اتنان. إذا هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية عندنا كذلك اتنان أس اتنان اللي هي أربعة، زائد جوج أبي أي جوج في جوج في تي دونك أربعة تي، زائد تي مربع. المعادلة الثالثة هي خمسة تي الكل أس اتنان ناقص جوج في خمسة تي يعني عشرة تي، هذه معادلة من الدرجة الثانية دونك ساهل باش نحسبها تساوي ستة. إذا نحاولو نبسطو هاد الكتابة هادي. إذا عندنا واحد زائد ستة تي، ثلاثة تي مربع هي تسعود تي لأن المربع كيكون ديال العددين بجوج، إذا تسعود تي مربع، زائد أربعة زائد أربعة تي زائد تي مربع، زائد إذا هنا خمسة تي يعني خمسة وعشرين تي مربع ناقص عشرة تي زائد واحد تساوي ستة. إذا دابا غنحاولو نجمعو الأعداد اللي عندها نفس الرتبة، إذا تسعود تي مربع زائد تي مربع هي عشرة تي مربع، زائد خمسة وعشرين تي مربع، إذا كتعطينا خمسة وثلاثين تي مربع. نجمعو كذلك تي، عندنا أربعة تي، أربعة تي ناقص عشرة تي، إذا ستة تي زائد أربعة تي ناقص عشرة تي، إذا ستة تي زائد أربعة تي هي عشرة تي، عشرة تي ناقص عشرة تي هي صفر، إذا مشات. بقدنا الأعداد، عندنا واحد زائد أربعة، إذا واحد زائد أربعة هي خمسة، خمسة زائد واحد هي ستة، إذا زائد ستة تساوي ستة، وبالتالي خمسة وثلاثين تي مربع، إذا ستة كنردوها للطرف الثاني تولي ناقص ستة زائد ستة أي تساوي صفر، إذا خمسة وثلاثين تي مربع تساوي صفر، أي أن تي مربع تساوي صفر، أي أن تي تساوي صفر. إذا لقينا تي كتساوي لنا صفر يعني كتساوي قيمة واحدة، وبالتالي المستقيم دي والفيل كاس يتقاطعان في نقطة واحدة. إذا نعوض في التمثيل البارامتري، إذا نعوض تي بقيمتها في التمثيل البارامتري. إذا عندنا التمثيل البارامتري هو هذا، إكس زائد جوج، إكس تساوي جوج زائد ثلاثة تي، إيكغيك تساوي أربعة زائد تي، وزاد تساوي ناقص جوج زائد خمسة تي. إذا كنعوضو تي، إذا إكس تساوي، إذا تي كتساوي لنا صفر، إذا جوج زائد ثلاثة في صفر هي جوج، إيكغيك تساوي ماذا؟ أربعة زائد صفر، إذا هي أربعة، وزاد تساوي
ناقص جوج زائد خمسة في صفر أي ناقص جوج، وبالتالي التقاطع ديال اس مع دي كيتقطعوا لينا في واحد النقطة اللي حدا السيد ديالها جوج أربعة ناقص جوج. نمر الآن إلى الحالة الثانية، إذا لدينا معادلة فيلكا والتمثيل البارامتري لمستقيم، إذا بنفس الطريقة لتكون ام نقطة من الفضاء، إذا ام تنتمي إلى اس تقاطع دي يكافئ أن ام تنتمي إلى اس وام تنتمي إلى دي. إذا نعوض اكس و ايغريك و زد بماذا؟ إذا بالقيم ديالهم في التمثيل البارامتري، إذا ب ناقص واحد زائد تي وواحد زائد جوج تي وجوج على التوالي في معادلة الفيلكا، يعني في معادلة اس. نجد ماذا؟ إذا كناخدو المعادلة وكنعوضو اكس بالقيم ديالهم، إذا اكس غتعوض ناقص واحد زائد تي، إذا غترجع لنا ناقص واحد زائد تي الكل مربع زائد إيكغيك مربع الذي نعوض إيكغيك بواحد زائد جوج تي، إذن واحد زائد جوج تي الكل أس اثنان، زائد زيت غنعوضها بجوج إذن هي اثنان أس اثنان، ناقص اثنان إكس إذن إكس غادي نعوضها بناقص واحد زائد تي زائد جوج إيكغيك إذن زائد جوج، وإيكغيك غادي نعوضها بواحد زائد جوج تي ناقص واحد تساوي صفر. إذا نبسطو هاد الكتابة، إذا عندنا متطابقة هما، إذا هي واحد ناقص جوج تي زائد تي مربع زائد المتطابقة الهامة كذلك الثانية هي واحد زائد جوج في جوج تي يعني ربعة تي زائد جوج تي الكل أس اثنان أي ربعة تي مربع زائد أربعة. هنا عندنا ناقص اثنان مضروبة في ناقص واحد زائد تي، إذا كنشرو ناقص واحد ناقص اثنان في ناقص واحد هي زائد اثنان، وناقص اثنان في تي هي ناقص اثنان تي إذا زائد اثنان في واحد، إذا اثنان في واحد هي اثنان، واثنان في اثنان تي هي أربعة تي ناقص واحد تساوي صفر. إذا نحاول نبسطو هاد الكتابة، إذا عندنا تي مربع زائد أربعة تي مربع تساوي خمسة تي مربع، نجمعو كذلك لي تي بيناتهم، إذا عندنا ناقص جوج تي زائد أربعة تي هي جوج تي، ناقص جوج تي هي صفر زائد أربعة تي. إذا زائد أربعة تي بقاتلنا الأعداد المعلومة، إذا عندنا واحد زائد واحد هي جوج زائد أربعة هي ستة زائد جوج تمنية زائد جوج عشرة ناقص واحد تساوي تسعة، إذا زائد تسعة تساوي صفر. إذا لقينا معادلة من الدرجة الثانية، إذا هنا خصنا ندير دلتا مميز المعادلة، إذا دلتا يساوي ماذا؟ يساوي ب مربع كما كنديرو القاعدة ناقص ربعة ا سي، إذا يساوي ب مربع هي ربعة أس اثنان هي ستاش ناقص ربعة مضروبة في ا اللي هي خمسة مضروبة في سي اللي هي تسعة، إذا عندنا ستاش ناقص ربعة في خمسة عشرين، عشرين في تسعود هي مية وثمانين، إذا ستاش ناقص مية وثمانين هي مية وربعة وستين أو ناقص مية وربعة وستين، وهذا عدد سالب وبالتالي دلتا أصغر من الصفر، إذا المعادلة ليس لها حل. ماذا يعني هذا؟ إذا المعادلة ليس لها حل، ماذا يعني هذا؟ يعني أن أس تقاطع دي كيتقاطعو في المجموعة الفارغة، يعني دي خارج يمر خارج الفلكة S.